السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. درت لكم اليوم اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية للسنة الخامسة ابتدائي. لعجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد ننزله. والآن نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: أربط ما يلي. التعاون والخلاف: به يستطيع الأفراد إنجاز أعمال ومشاريع كبرى، يجعل الأفراد الضعفاء متخاذلين، يجعل أفراد المجتمع أقوياء متماسكين، ينشر المحبة والثقة بين الناس، يجعل المجتمع عرضة لطمع الأعداء. التعاون: به يستطيع الأفراد إنجاز أعمال ومشاريع كبرى، يجعل أفراد المجتمع أقوياء متماسكين، وينشر المحبة والثقة بين الناس. الخلاف: يجعل الأفراد الضعفاء متخاذلين، ويجعل المجتمع عرضة لطمع الأعداء. التمرين الثاني: أتمم بالكلمات المناسبة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة خوفا من قريش. الأنصار هم سكان المدينة. رضي الأنصار بالمؤاخاة مع المهاجرين. اشترك الأنصار والمهاجرين في بناء المسجد. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم عهدا مع اليهود ليثبت أن الإسلام دين الحرية والمساواة. حل التمرين الثالث والأخير: أجب بصحيح أو خطأ. فرض الله على كل مسلم 5 صلوات في اليوم. صحيح. التيمم يكون باستعمال الماء. خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. صحيح. من صفات المسلم الصدق في القول والفعل. صحيح. الغش من الصفات الحميدة التي تنشر المحبة بين الناس. خطأ. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.